سبحان الله، يعني يصاب بدبوره بداء، الأطباء يشرحون هذه النقطة، وهذه حتى قديما، يعني محمد بن سعد في الطبقات الكبرى يقول كانت في خمسة، هذه المرض مرض الأبنة سمونه، كان في خمسة أحدهم سيدنا عمر رضي الله عنه، هو يقول كان في دبوره داء يشفى بماء الرجال. طبعا وجهوها أنه ماء الرجال نبتة من النباتات العشبية، وهذا غير صحيح، لأنه لم نعثر في التصنيف الطبي العشبي في ذلك العصر على نبتة بهذا الاسم، ماكم هذا الاسم ما موجود يعني، ولو كان موجود ومشهور إلى درجة أنه الحاكم يتداوى به لعده الأطباء وذكروه يكون مشهور. على كل حال، هذا ناهيك عن النص الآخر الذي هو يقول، هو يصرح على نفسه لما سأله عمر بن ميمون الإودي، يقول سألته قلت له ما الذي غير فيك الإسلام وما الذي بقي فيك؟ قال لقد غير الإسلام في كل شيء إلا أني لا أبالي أي الناس نكحت وأيهم نكحني. وهذا له علله، يعني ليس جزافا يأتي، هذا الداء ليس جزافا يأتي.